السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناتي قناة موني لايف ستايل، ومعاكي منال سليمان. لو انت أول مرة تشوفيني بس ما تنسيش تدعميني بسبسكرايب وتدوسي كمان على الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد، وخصوصا في رمضان وسلسلة رمضان. وعشان ما طولش عليكم، النهاردة موضوع مهم جدا جدا جدا. ايه هو الموضوع؟ زي ما انتم شايفين الشاشة مبينة لكم كل الحاجات دي، عطور، بخور، تعطير، ريحة الفيديو جميلة جميلة جدا. وانتوا عارفين انا بموت وبعشق العطور والبخور، وخصوصا في رمضان. احنا دلوقتي في عرايس كتير بدأت تجهز نفسها، بتجهز شنطها، بتجهز حاجات كتير. النهاردة هتكلم عن جهاز العروسة او تحضير العروسة او الحاجات اللي تهم العروسة من عطور وبخور وتعطير بيتها وسريرها ومكانها وكل حاجة، تعطير من الالف الى الياء. بس قبل ما ابدا الفيديو، النهارده في تعاون جميل جدا مع قناه انا عملت معاها قبل كده تعاون، طبعا هي غنيه عن التعريف، وهي تعاون مع هدير بيوتي. قناه هدير بيوتي من القنوات الممتازه جدا، بتتكلم عن كل حاجه اللي تخص البنات، المكياج، ريفيوهات، ماسكات، حاجات طبيعيه، بتتكلم عن كل حاجه. النهارده التعاون هيكون ان شاء الله ان شاء الله هي هتعمل شنطه العروسه، تجهيز شنطة العروسة من الميك اب، يعني تكملة للفيديو بتاعي. هتشوفي الفيديو بتاعي وبعد كده هتروحي على الفيديو بتاعها هتشوفيه. لو انت عروسة هينفعك جدا وهيفيدك جدا. وكمان ما تنسوش تعملوا لها هناك اشتراك وتعملوا لها لايك للفيديو وتقولوا لها انكم من عند موني ستايل. ويعني يا رب التعاون يعجبكم. يلا بينا على جهاز العروسة. اول حاجة هتكلم عنها هم اربع حاجات. الاول اقول لكم ان هم اربع حاجات انت هتحتاجي كعروسة تعطري ايه. هتعطر جسمها، شعرها، المنطقة الحساسة او المنطقة الحساسة او المنطقة الحميمة، واخر حاجة المكان اللي بتقعد فيه، سواء الانتريه او السرير او المكان اللي بتقعد فيه كستاير، سجاد، شقتها، تعطير شقتها. اقتراحاتي وايه الحاجات اللي ممكن تهمك انك تشتريها، وايه الحاجات اللي تساعدك تكون ريحتك فيها على طول حلوة وجميلة، هي يكون عندك شاور جل مع سبراي مع لوشن نفس الحاجة. لما تيجي تشتريها انا مش بقولك اشتري حاجات غاليه ولا حاجات رخيصه، اللي انت عايزاه اشتريه، بس انا بقولك ايه تو زد. اول حاجه هتشتري شاور جيل، هيكون من نفس ريحه السبراي، من نفس ريحه اللوشن. انا اللوشن عندي للاسف خلص. ده اقتراحاتي. عندي حاجتين تقدري تشتري منهم، من اللي انا بقولك عليهم اللي هم قمه في الجمال. عندنا باسند بادي ووركس، عندنا فيكتوريا سيكريت. اقتراحاتي من فيكتوريا سيكريت اكتر بارفانين او اكتر عطور، ادي اللوشن هتلاقوا هنا عندي، بصوا لوشن مع سبراي. هتلاقوا عندي في باسند بادي ووركس كان عندي الشاور جيل مع السبراي، وكان عندي اللوشن واللوشن خلص. عاده اللوشن بيخلص اكتر، يعني انت لما تجيبي شاور جيل هتجيبي الشاور جيل مع اللوشن قد بعض، وممكن تجيبي السبراي اصغر منها، لان السبراي ما بياخدش منك كتير زي اللوشن. ادي اقتراحاتي. عندي ميد نايت بومينج جرانيت بالرمان مع السبراي بتاعه الشاور جيل من باسند بادي ووركس او من فيكتوريا سيكريت. اكتر برفانين او عطرين هيعطروا جسمك وجسمك سواء وانت بتاخدي الشاور بتاعك او بعد الشاور، هو فيكتوريا سيكريت بيور سيدكشن ولاف سبيل. الحاجه الجديده اللي عملتها فيكتوريا سيكريت هقول لك عليها، هي السبراي الجليتري ده. هتبقى 2 ان 1، هتستعملي سبراي يعطر جسمك وفي نفس الوقت يديكي برايت، اكنك حاطه هايلايتر على جسمك كله. يا رب بس يبان، اما ينشف هوريه لكم. فين الايد عملت ازاي؟ تخيلي بقى انت لو حطيتي ده على جسمك، عروسه لابسه طبعا هدومك، هيبقى جسمك كله بيلمع، في رونق، في لمعه، بلس ان انت حطيتي كمان عطر، يبقى انت عطرتي جسمك وفي نفس الوقت لمعتي باول حاجه من احتياجات العروسه، شاور جل، لوشن، سبراي، ريحه ثابته طول اليوم. يبقى احنا كده عطرنا الجسم. طيب هننزل بعد الجسم هنعطر ايه؟ هنعطر الشعر. هنعطر الشعر ازاي؟ عندك كذا حاجه لتعطير الشعر. عندك خمريات سبراي، عندك خمريات اويل، بس عشان اطلع لكم الخمريه، بس دي خمريه ودي خمريه اهو، خمريات عن طريق زيت، خمريات عن طريق سبراي. فده اقتراح تعطير الشعر. هعطر شعر ازاي؟ بعد الحمام هحط الاويل
بتاعي الاويل اللي هو الزيت المركز. طبعا انا اقتراحاتي لعبد الصمد القرشي، دي اول حاجه بحبها واكتر حاجه بحبها. بحب الخمريات بتاعه عبد الصمد والعربيه للعود. العربيه للعود في اصاله غروب، روحي للعربيه للعود سواء انت في مصر، عربيه للعود دلوقتي بقت موجوده في مصر، روحي قولي له عايزه اشم خمريه اصاله او غروب، الاثنين حلوين جدا جدا. ساعات بنخلطهم مع بعض، باخد ربع توله وربع توله واخلطهم. ازاي تعتير الشعر؟ بطلع من الحمام شعري لسه مبلول، بحط نقطتين صغيرين جدا، ما مش فكره هو انت بتحطي زيت لشعرك، انت بتعطري. بصي النقطتين اهم، شايفه كده؟ بحطهم على صوابعي كده اهو، ماشي، وببدا بايدي كده كده اهو، بصوابع ايديا ابدا اخش جوه الشعر وادعكه كويس كده كده وهو مبلول. وبعدين بحط زيت الشعر او كريم الشعر اللي انا بستعمله. بعد ما هسرحه بالمشط هبدا احط السبراي، اي نوع سبراي، سبراي خمريه، خلي بالك مش سبراي برفيوم، البرفيوم فيه كحول، الخمريات بيتعمل من غير كحول، خمريات الشعر السبراي بتكون من غير كحول. محدش يقول لي سبراي يعني برفيوم، او السبراي بتاع مثلا فيكتوريا سيكريت اللي انت قلتي عليه، لا، السبراي بتاع الشعر او اسمها خمريه الشعر يا بنات بتكون بدون كحول. هستعمل الحاجات اللي بقول لك عليها، عندك كنوز الطيب لو انت في الكويت، خمريات كنوز الطيب السبراي بتاعها. بعد ما تخلصي تحطي الاويل وسرحتي شعرك، هتحطي رشتين على شعرك وعلى اطراف شعرك وتدعكيه. عندك دار الطيب، دار الطيب عندهم كذا خمريه للشعر، وزيت معطر الشعر او خمريه الشعر اهي من بيت الصابون اللبناني. يبقى انا كده قلت لك ثلاث اقتراحات، عندك القرشي، العربية للعود، دار الطيب، كنوز الطيب، بيت الصابون اللبناني. خمس اختيارات لتعطير الشعر، وده كان تعطير الشعر. طيب في تكملة لتعطير الشعر؟ أيوة، أنا بعطر بعد كده ببخور عندك، بس أنا بقولك الاقتراحات وانت هتجيبي على قد ميزانيتك. أنا بفضل البخور عبد الصمد القرشي، هو اسمه شابور، وفي كمان حاجه تانية هقول لكم عليها اللي هو اسمه العود المبخر. العود المبخر غالي، انا جايبه لكم النهارده حاجات رخيصه. وعندي كمان من اصغر علي، في كذا نوع، وفي كمان عود بخور اهو زي ما بقول لكم عليه بتاع القرشي اهو، ده قرب يخلص، عود بخور معطر جدا. اي بخور يا بنات، رخيص وفي غالي. في كمان معمول القرشي، بصوا معمول القرشي اهو عامله زي لون الزعفران كده، كور كده، ده اسمه معمول القرشي بالزعفران والعنبر والمسك، حلو جدا وخفيف. بتحطي البخور على الفحم، وتبدأي بعد ما حطينا الزيت الخمرية بنحط البخور، يبقى احنا كده عطرنا الشعر. بعد تعطير الشعر هروح على طول لتعطير الجسم. احنا قلنا بعد الحمام عطرنا الشعر وعطرنا الجسم، لسه هنحتاج كمان نحط حاجة أقوى للجسم عشان تثبت طول اليوم. في كريمات بتثبت لك الريحة، زي كريم مثلا بخور، زي بيت الصابون اللبناني. ممكن كمان احط كريمات لوشن تقيلة شوية زي هديل من جنيد، دي فيها جليتري، نفس فكرة، هوريها لكم. دي انا فتحاها اهو معاكم، وفتحها اهو عشان العيد جايباها، ان شاء الله هعمل لكم مشتريات العيد من العطور والبخور برضو. تحفة يا بنات اسمها هديل، في منها برفيوم، في منها الكريم ده، انا بحب الكريم لانه اقوى من البرفيوم. شايفين شكل العلبه لو حطيتيها على التسريحه؟ حلوه جدا كعروسه لو جاي لك حد. وبصوا بقى شايفين في جليتري برضو، هوريه لكم برضو على ايدي، وعلى فكره مش بيلزق الجسم ولا حاجه. شوفوا هنا ايديا بتلمع ازاي، ما زالت بتلمع بسبب السبراي بتاع فيكتوريا سيكريت. لو حطينا عليها بقى الكريم ده اهو، شوفوا الايد، يا رب تكون واضحه في الكاميرا اهي بتلمع. تمام، خلصنا الشعر، خلصنا الجسم، فاضل اقتراحاتي للمنطقه الحساسه. المنطقه الحساسه ودي اكتر منطقه لازم العروسه تخلي بالها منها جدا، وخصوصا في شويه نصايح هقول لك عليها، لازم تستعملي الكير فري باستمرار بعد الجواز علشان ما يبقاش فيه اي ريحه من المنطقة دي، ما يكونش في أي إفرازات نازلة، في أي حاجة جديدة عليكي، في أي لون بينزل، يكون عندك الكير فري باستمرار، أو اللي هو بنسميه مسك الطهارة،
او المسك العود، ده برضو من القرشي. اعتقد في ناس كتير كمان بتعمل اجمل. عندك العربيه للعود، قولي لهم انا عايزه مسك الطهاره او عود الطهاره. العود غالي، خلينا في المسك عشان يكون خفيف عليكي، او تجيبي مكعبات المسك الصغيره اللي عامله زي الصابون كده، بتبشريها وتسيحيها وتحطيها مع ميه فيها سبراي، وبعد ما تخلصي كل حمام ترشيها على المنطقه بتاعتك. هتحتاجي الكير فري الرفنعه الصغيره دي على قد يا دوبك المنطقه، هتحطيها. ممكن تحطي عليها السبراي ده، على فكره دكتور اتكلم عنه السبراي ده يا جماعه فظيع جدا، ما فيهوش الكحول، ما بيسودش المناطق الحساسه، وريحته حلوه، وبيخليكي يعني الحلو اللي فيه دراي، بيخليكي ناشفه خالص، ما تبقيش مبلوله، والبلل عاده بيكون بيعمل ريحه. فالسبراي ده عنايه قصوى، سبراي اكتف منعش للمنطقه الحميمه، بيدي نضاره، بيدي كمان انتعاش، وفي نفس الوقت تبقي ناشفه جدا وريحتك حلوه. وثبتنا بالعود، هنحط طبعا العود او المسك ده، انا جايبه مسك عود خلطهم مع بعض، دي للمنطقه الحساسه. وبعدين بتحطي الكير فري، وزي كده ممكن تحطي السبراي ده على الكير فري نفسها وتلبسيها وتغيريها في كل مره تدخلي الحمام. وممكن كمان ندهن كريم، يكون كريم بريحه بخور. الكريم في كريمات مفتحه وفي كريمات بس معطره. الكريم دوت اهو اتكلمت عنه قبل كده في صابون في بيت الصابون اللبناني، حلو جدا، خفيف على البشره، ريحته بخور. بتحطي منه نقطه صغيره وتدهني بيه المنطقه بعد ما تنشفيها، وتحطي الكير فري بتاعك. يبقى انا كده عطرت المنطقه الحساسه. حاط العطور الفرنسيه. العطور الفرنسيه طبعا انت بعد ما بتلبسي ملابسك وجهزتي نفسك، عطرتي جسمك، شعرك، المنطقه الحساسه، لبستي هدومك، عايزه تحطي برفان فرنسي. دول اقتراحاتي في الفتره دي. عندي دي تاني مرة اجيبها، بوس جور بوس، طبعا كلنا عارفين بوس. حلوة جدا دي، فور وومن، حلوة قوي، ريحتها حلوة، فيها ياسمين، فيها عنبر، فيها كمان زهور، ريحتها حلوة قوي قوي. تمام، دي من بوس طبعا، وهي حبيبة الملايين، لانكوم تريزور ميد نايت روز. ميد نايت روز اللي هي الروز بتاعتها او الوردة بتاعتها لونها بنفسجي. من اجمل العطور اللي جربتها من لانكم، وبكررها للمره العشرين، بحبها جدا، هي ولافي ابل. لافي ابل يعني عاشقي المعشوق، ونفسي نفسي تجربيها. غاليين شويه لكن هيثبتوا معاكي، البرفيوم اللي حطيتيه والبخور اللي حطيتيه على شعرك مع لبسك هتكون اقوى حاجه تحطيها. واخر حاجه عشان ما اطولش عليكي، يعني انا عارفه ان احنا في رمضان وعايزه الفيديوهات تبقى على قد ما نقدر صغيره، هي تعطير بيتك، سواء الستاير، سواء سريرك، ملاياتك. بعد ما تخلصي تنظيف هتعملي حاجتين، هتحطي السبراي وهتحطي بخور. بخور البيت غير بخور الشعر، بخور البيت بيبقى اقوى، بخور البيت بيبقى عامل زي كده. عندك بقى من جنيد، عندك من اجمل، عندك بخور كتير للبيت. واعرفي وانت بتشتري البخور ان بخور الجسم غير بخور البيت والستاير والسجاد. البخور ايدي بتبقى فيها المبخره، وفي نفس الوقت معايا سبراي، هرشح لك من الارخص للاغلى. السبراي برشحهولك هو من سنتر هوم او هوم سنتر، بيحطوا الازايز دي على فكره رخيصه مش غاليه، يمكن استنوا كده اقول لكم سعرها، مكتوب عليها 2 دينار 700، لكن ممكن تلاقيها في التنزيلات مثلا بدينار، دينار وربع. لو انت في مصر مثلا ب 100 جنيه دي ازازه سبراي للستاير وللسجاد وللمخدات والملايات. تبقوا الاثنين في ايدك، المبخره مع السبراي، هتبخري سريرك، ستايرك، سجادك، والمكان اللي انت قاعده فيه، لو في الليفنج روم، الانتريه، الخدديات بتاعت الانتريه، بتبخري وفي نفس الوقت بترشي الرش ده. طبعا كده يبقى انت عطرتي بيتك. طب النوع الثاني من تعطير البيت الاغلى شويه، الرصاصي دوت، برده مكان عربي زيه زي القرشي وزي العربيه للعود، وعندك كمان من العربيه للعود، وعندك من جنيد، وعندك اصغر علي، نوع تانيين بس دول اكتر حاجه يعني معلقه معايا شويه بطول. ريحتها حلوه قوي، برده فيها عنبر، فيها مسك، خفيفه قوي، وفي نفس الوقت مع البخور بتثبت على الستاير والانتريه، وتبقى ريحه سريرك وبيتك وستايرك حلوه. ارخص حاجه هتقدري تشتريها من المحلات العاديه بقى اللي هي الشركات العاديه معطر الجو، في طبعا جليد، في سي ماكس، في فريش، في كذا حاجه. العطور دي في منها عطور للسائله كده زي ما انتم شايفين، على فكره وانت بتكوي هدومك ممكن تستعمليها، بتحطيها على الملابس بتاعتك وانت بتكويها، سواء ملابس البيت، سواء
الكوفرتة اللي بتتغطي بيها سواء اكياس المخدات سواء الملايات، بترشي رشتين وتكويها، بتثبت الريحة اكتر وتبقى ريحة أوضة نومك وحاجتك وملاياتك وهدومك زي الفل، وريحتها حلوة جدا وفريش ونظافة. وكده يبقى احنا عطرنا الجسم، الشعر، البيت، السجاد، المنطقة الحساسة، كل مكان فيكي كعروسة. واقتراحاتي للبرفانات الفرنسية، اخر اقتراح ليا بس في عطر عربي، خلطة السعودية. يعني دي كانت اخر حاجة جبتها من القرشي، قربت تخلص. هوريها لكم بس من جوه عشان في ناس بتقول لي ما بتفتحيش العلبة ليه. طبعا انا بجيبها وبعدين لما بزهق شوية بشيلها. اهي دي خلطة سعودية، فيها عود، فيها مسك، قوية، ينفع على العبايات، عبايات البيت، عبايات الاستقبال، لو انت في العيد وجاي لك حد، ستات. كان اقتراح تاني للبرفيوم او عطر عربي من عبد الصمد القرشي، هتلاقوني بتكلم كتير قوي عن عبد الصمد القرشي. وده كان اخر اقتراح للبرفانات او العطور لاي عروسه، والف مبروك لكل عروسه واي عروسه هتبدا حياه جديده. هقول لها بس على الشفايف، تيجي تشتري مقشر للشفايف لو تقدري تعمليه في البيت اوكي، لكن لو انت عروسه ومعاكي بادجت او باكج معينه مبلغ كويس، هاتي مقشر شفايف من اي نوع. دي انا جايباه من اورجانيك ليب سكراب، ده حلو جدا للشفايف وبيخلي كمان ريحه شفايفك حلوه طريه. هتستعملي معاها زبده الكاكاو، مهمه جدا جدا، عندك زبده الكاكاو من سيفورا بحبها جدا بريحه الفراوله، في بريحه المانجا برضه، عشان تخلي ريحه فمك حلوه وعطره مع معجون السنان. تستعملي السكراب، وبعد السكراب تستعملي الليب بالم او زبده الكاكاو من نفس الريحه، ويبقى انا كده وفيت وكفيت العروسه. ومبروك لاي عروسه، واكون فاتك النهارده. كل سنه وانتم طيبين، لسه مكملين، وما تنسيش في اخر الفيديو تعملي لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم قوي، باي باي. لان رمضان يجمعنا، لان رمضان